أهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم، ضيفي الليلة هو محمد جبلة، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات في باينيرز لتداول الأوراق المالية، وسنتحدث عن أداء البورصة المصرية بنهاية تعاملات هذا الأسبوع. وطبعا ستكون لدينا متابعات لكثير من الأخبار المهمة الواردة اليوم. فصل قصير ونبدأ فورا بجولة الأخبار. وقعت مصر والإمارات 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إنه تم الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاتفاق يستهدف تقديم رؤية مبتكرة وجديدة لمفهوم الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة والتي تحقق عائدا اقتصاديا مربحا للطرفين. للمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان. مساء الخير يا دكتور، وبداية، زيارة الرئيس تضمنت التوقيع على عدة اتفاقات، لكن لنتحدث عن إطلاق المنصة الاستثمارية المشتركة، ما العوائد المنتظرة منها، خاصة أن الحديث عن 20 مليار دولار وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس؟ مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. بالفعل المنصة الاستراتيجية في الاستثمار ما بين مصر والإمارات هتؤدي إلى تعميق العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين. يعني نتكلم على حجم الاستثمارات الموجودة حاليا في الاستثمارات الإماراتية الموجودة في مصر، تقريبا تبلغ حوالي 6.5 مليار دولار، مقابل استثمارات مصرية في الإمارات تبلغ حوالي 891 مليون دولار. إذا حجم الاستثمارات الحالية لما يجي يتتعمل المبلغ بتاع 20 مليار دولار ده هيؤدي إلى تضاعف الاستثمارات الحالية ما بين الطرفين. خلينا نتفق على حاجة مهمة، ان العنوان الخاص بالمشروعات المتفق عليها بيحمل بعدين، بعد اقتصادي وبعد اجتماعي. يعني ده تم التأكيد عليه في اللقاءات ما بين الطرفين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الاماراتي. خلينا نتكلم على نقطة مهمة جدا، ان عندي مجموعة من القطاعات الواعدة للاستثمارات الاماراتية في مصر. يعني نجحت مصر في الفترة الأخيرة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أنه يتم عمل انتشار للفرص الاستثمارية في مصر. يعني ممكن نلاقي فرص استثمارية في قطاع السياحة في منطقة العلمين، في فرص استثمارية في منطقة البحر الأحمر، في جنوب مصر. إذن هناك بعض الانتشار للفرص الاستثمارية. أعتقد بناء على تصريحات المسؤولين الإماراتيين ذاتهم قالوا ان ابرز القطاعات المرشحه للشراكه ما بين الطرفين هيكون في القطاع الصناعي، خاصه في مجال التنقيب عن المعادن وتجهيزها. في برضه بعض المجالات هتدخل فيها الاستثمار الزراعي ما بين الطرفين، في تنميه المجتمعات العمرانيه والسياحه الطاقه المتجدده. ولكن الابرز دايما في المجالات الاستثماريه بين الطرفين هيكون في مجمعات الخدمات اللوجستية بمنطقة السويس. نعم، طيب دكتور، هناك استثمارات مشتركة بالفعل بين الجانبين، هل تغير هذه المنصة من طريقة تنفيذها، وهل تضمن من خلال الآليات التي تعمل بها من توازن الاستثمارات في البلدين؟ خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا، ان عنوان اللقاء كان شراكة. يعني وبالتالي هناك مكاسب مشتركة بين الطرفين. يعني احنا الامارات ومصر تبحثان دائما عن وجود علاقة مكسب، يعني كلا الطرفين يحصل على منافع من هذه العلاقة. لما نيجي نتكلم على عدد الشركات الاماراتية اللي بتستثمر في مصر، على سبيل المثال حوالي 990 شركة،
بالتالي لما بيتعمل مبلغ او منصه استثماريه بهذا المبلغ ال 20 مليار دولار اللي بيتضاعف مقارنه بحجم الاستثمارات الحاليه ده، بالتالي هيوسع فرص الاستثمار الموجوده امام الشركات الاماراتيه. يعني اتفق على نقطه مهمه جدا برضو كانت في اللقاء، ان في كلا الطرفين كنا بنتكلم عن ربط المشروعات الخاصه الاستثماريه بالتنميه المستدامه. يعني كلا الطرفين عندهم رغبه في تحقيق 17 هدف للتنميه المستدامه. نعم. يعني على سبيل المثال الامارات حققت حوالي 69% من الاهداف دي، مصر حققت 66%، اذا في تقارب ما بين الاجندتين الخاصه بتطبيق عمليه التنميه المستدامه. نعم. شكرا جزيلا لمشاركتك الدكتور صابر شاكر، استاذ الاقتصاد بكليه التجاره الخارجيه بجامعه حلوان. نبقى مع الشأن المحلي، حيث طرحت مصر سندات دولية بقيمة ملياري دولار على 3 شرائح بأجال 4 أعوام و12 عاما و40 عاما. قالت وتبلغ القيم المصدرة للسندات 500 مليون دولار لأجل 4 أعوام ومليار دولار لأجل 12 عاما و500 مليون دولار لأجل 40 عاما. وذكرت وزارة المالية أن أجل 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر ودولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعتبر نجاحا جديدا لسياسة الوزارة التي تستهدف إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. ومع نهاية الطرح تجاوز إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين 14 مليارا و500 مليون دولار بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف أحمد علي الباحث والمحلل الاقتصادي. أستاذ أحمد، بداية هذا الطرح كما تابعنا هو أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اشرح لنا ما استفادة مصر من وجود سندات بأجال بهذا الطول؟ مساء الخير يا فندم. يمكن هذا الطرح بيعتبر نجاح جديد لسياسة وزارة المالية المصرية اللي وضعت هدف رئيسي على مدار ال5 أعوام الماضية، وتحديدا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي انتهجته الدولة المصرية، إنه إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. ويمكن ده كان راجع لأنه حصل هناك تغير كبير جدا في آليات الاستثمار في أدوات الدين العام للاقتصاد المصري، ويمكن على طيب حتى يفهم المشاهد، يعني قارن لنا ما بين الأجال التي اعتدنا على سماعها وما بين هذا الأجل الطويل، كيف ستختلف نسبة خدمة الدين أو قيمته مع نهاية السند مع الماتيوريتي ديت؟ ده سؤال مهم جدا. يمكن دايما كل ما كانت المدة الزمنية أو أجال سداد هذه السندات هذا الطرح مدة زمنية طويلة، يمكن ده بيوضح تحدي كبير أو بيضع الدولة والاقتصاد في تحدي كبير، لكن بنقيم هذا بحجم الإقبال وحجم المتعاملين على ما تم طرحه من هذه الأدوات، أدوات الدين العام. يمكن إحنا في الفترات اللي سبقت على 2013 و2012 كان أقصى أجل استحقاق لا يتجاوز ال15 عام، ويمكن كان ده برضو بيمثل أو بيعتبر يعني تحدي كبير جدا ومرهق أمام الاقتصاد المصري فيما يتعلق بفكرة تغطية أعباء خدمة الدين. يمكن التحسن اللي حصل في آليات أو الاستثمار في أدوات الدين العام للدولة المصرية ولوزارة المالية المصرية ده ساهم بشكل كبير جدا في أن يكون هناك قدر من التفكير طويل الأجل في آلية تشجيع الاستثمار في هذه الآلية تحديدا من خلال طرح سندات بأجال طويلة تصل إلى 40 عام. يمكن ده طرح الأول من نوعه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويمكن معيار الحكم على نجاح هذه الآلية تحديدا بنشوفه في أنه إحنا كنا بنقول أن الطرح تقريبا ب 200 مليار
دولار، يمكن الطرح اتغطى بحوالي 7 أضعاف. يعني احنا وصلنا في نهاية الطرح إلى ما يقرب من حوالي 14.5 مليار دولار. لكن سؤالي أستاذ أحمد، نسبة الفايدة على هذه الديون عندما تكون طويلة الأمد كيف تختلف عن مثيلتها قصيرة الأمد؟ طبعا طويلة الأمد بيمنح الدولة والحكومة والاقتصاد قدر كبير جدا من أن هو يقدر يفي بأعباء خدمة الدين، لأنه بيشغلها في استثمارات طويلة الأجل. هذه الاستثمارات بتستطيع أن هي تحقق العائد منها على فترات زمنية طويلة، ما إذا تم استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل لربما قد تستطيع أن هي تحاول أو تحقق العائد المرجو منها، سواء تكلفة هذه الاستثمارات أو تغطي أيضا معدل الربحية اللي هو الهدف الرئيسي لأي استثمار أجنبي داخل للاستثمار في أدوات الدين العام. ويمكن زي ما قلت لحضرتك أنه نجاح هذا الطرح بيؤكد على ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وعدد الإصلاحات اللي حدثت على مدار الخمس أعوام الماضية سواء في السياسة المالية أو السياسة النقدية للاقتصاد المصري. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد علي الباحث والمحلل الاقتصادي. يواصل رؤساء مجموعة البريكس اجتماعاتهم خلال القمة 11 في البرازيل لبحث أبرز التحديات الاقتصادية. تضم مجموعة بريكس كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد سكان المجموعة 2,830,000,000 نسمة، ما يشكل 42% من سكان العالم. بدأت أعمال قمة البريكس لهذه الدورة في 20 نوفمبر وتنتهي غدا 15 نوفمبر. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في قمة مجموعة البريكس إن الاقتصاد العالمي يعاني من المنافسة غير المنصفة متأثرا بالعقوبات والحماية ذات الدوافع السياسية. لم تقل الرئاسة رئاسة بريكس إلى روسيا، لذلك أحب أن أتحدث عن المقاربات الرئيسية الروسية لتطوير التعاون. كل ما نفعله سيكون في إطار ما حدث خلال الرئاسة البرازيلية، وسوف نستمر واقعيا في هذه الأولويات والنزعات. من المهام الرئيسية أن نضمن توريث ما فعل به، وسيكون شعارنا شراكة بريكس من أجل الاستقرار العالمي والأمن العام والنمو الابتكاري. مزيدا من الضوء على هذه القمة مع ضيفي هيثم الجندي كبير محللي الأسواق في شركة تي ماتريكس. مساء الخير أستاذ هيثم، وما الذي يقصده الرئيس الروسي عندما يقول أن الاقتصاد العالمي بيعاني من منافسة غير يعني منصفة، وهذا بسبب السياسات الحمائية وأيضا العقوبات على بعض الدول؟ مساء النور، اهلا بحضرتك. قمة البريكس هذا العام يعني بتأتي في لحظة فارقة للتكتل وللاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي بيشهد ادنى معدل نمو من حوالي 10 سنين من الأزمة المالية العالمية 2009 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. والتكتل البريكس بيجتمع في وقت بيواجه فيه لحظة من التشكيك الغربي في جدواه ومستقبله، ووقت وقت بيواجه في تحديات سياسيه واقتصاديه كبيره. ولكن البارز في هذه في نسخه هذا العام من قمه البريكس هو التعارض في المصالح بين الدول الخمس الاعضاء. لو جينا نلخص هذه النسخه سنجد تقارب بين الموقف الروسي والموقف الصيني.
لان الدولتين بيتعرضان لضغوط دولية او ضغوط امريكية، وبالتالي كان في تسليط من الضوء من جانب الرئيس الروسي على اجراءات الحماية التجارية وسياسة العقوبات اللي بتنتهجها ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب. اما على الجانب الاخر بنجد الدول الثلاث الاخرى البرازيل والهند وجنوب افريقيا يتعاملون بتحفظ. يعني الرئيس البرازيلي بولسونارو اعلن صراحه اللي هو البلد صاحب البلد المضيف ان هو لن يكون طرف في الصراع الدائر حاليا بين الولايات المتحده والصين. ومن مخرجات القمه الحاليه هو الحد من الاعتماد على الدولار في التعاملات التجاريه بين الدول الاعضاء وزياده التعاون واستخدام العملات المحليه. نعم، دي واحده من مخرجات القمه. ايضا تعزيز دور بنك التنميه الجديد، وده البنك اللي تاسس عام 2014 ليكون كيان موازي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بان هو يوسع عضويته ويقدم مزيد من القروض للدول الناميه. دي احد المخرجات. ولكن اللي كان بارز قوي هو التعارض في المصالح. يعني بنجد في تضارب ما بين البرازيل والصين. الرئيس البرازيلي بولسونارو في حملته الانتخابيه كان ليه مواقف عدائيه تجاه الصين. نعم، وليه مواقف من ضمنها قيامه بالزياره هي الاولى لرئيس برازيلي لجزيره تايوان، الاقليم اللي بتعتبره الصين اقليم منشق. نعم، في خلافات حوالين فنزويلا وبوليفيا، ففي خلافات سياسيه بين الاعضاء بعضهم البعض، ولكن في توافق وفي تقارب روسي صيني نظرا لان هما الاثنين بيتعرضوا لضغوط مشابهه. نعم، سواء الصين بصوره الحرب التجاريه واجراءات الحمايه التجاريه الدائره حاليا، والعقوبات الدوليه اللي بتستهدف الاقتصاد الروسي من 2014 من وقت تدخل روسيا او اجتياحها لاوكرانيا وضم جزيره القرم ومداعم تدخلها في الانتخابات الامريكيه. فنقدر نقول ان الصين وروسيا هم اصبحان هما المحركان الرئيسيين للتكتل الان، اما الدول الثلاثه الاخرى تتعامل على الهامش. وده بيشكك في مستقبل التكتل. نعم، نظرا للتعارض في السياسات بين الدول الاعضاء. لو بنتكلم على روسيا بتسعى في او بتنتهك سياسه ما يسمى بالديدولاريزيشن، تقليل حيازاتها من الدولار. حصه الدولار الان في احتياطي روسيا من النقد الاجنبي اصبحت تمثل 22% فقط، مع العلم ان احتياطي روسيا يتخطى النص تريليون دولار مقارنه ب 47% في 2017. على الجانب الآخر الصين أيضا بتحد من مشترياتها من السندات الأمريكية نظرا لدخولها في حرب تجارية مع أمريكا وسهولة استهدافها. نعم، من جانب الإدارة الأمريكية. أه، وبالتالي التكتل اللي بيمثل 23% من الاقتصاد العالمي وبيمثل 42% من سكان العالم بيواجه لحظة حاسمة أو لحظة مهمة في إن هو يحافظ على تماسكه واستمراريته، يا إما يواجه لحظة التفكك. وبالتالي النسخة القادمة اللي المنتظر انها تستضيفها روسيا هتكون ذات أهمية، لأن في الوقت الحالي الدول العالم الغربي بيشكك في هذا التكتل وفي التعارض الواضح في المصالح بين الدول الخمس الأعضاء حاليا. نعم، شكرا جزيلا لمشاركتك هيثم الجندي كبير محلل الأسواق في تي ماتريكس. نجا الاقتصاد الألماني من الركود في الربع الثالث من العام، إذ قاد إنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي وقطاع الإنشاءات نموا فصليا ب20%. وعلى أساس سنوي أفادت أرقام مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنصف بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد نمو يبلغ 13% في الأشهر الثلاثة السابقة. نما اقتصاد اليابان 20% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونما الاستهلاك الخاص الذي يشكل 60% من الاقتصاد نما 14%، وزاد الإنفاق الرأسمالي 19% بينما تراجعت الصادرات 17%. في بريطانيا عزز تراجع انفاق المستهلكين المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، واشارت بيانات مكتب الاحصاءات الوطنية الى تراجع المبيعات في اكتوبر 20% ما دفع النمو في قطاع التجزئة على مدار الاشهر الثلاثة المنقضية لاضعف مستوياته منذ ابريل 2018. أبقى
أشرفت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط كما هي دون تغيير خلال العامين الحالي والمقبل. ووفقا لتقريرها الشهري، توقعت أوبك أن يشهد الطلب العالمي على النفط نموا بنحو 1,000,000 برميل يوميا في العام الحالي ومليون وثمانين ألف برميل العام المقبل. وأضافت المنظمة أن إنتاج الدول الأعضاء ارتفع بنحو 943,000 برميل يوميا بنهاية أكتوبر الماضي ليصل إلى 29,650,000 برميل يوميا. هذا وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد تقرير أوبك، حيث صعد سعر العقود الآجلة لبرنت ب19% ليصل إلى 62.96 دولارا للبرميل، وزادت أسعار العقود الآجلة لنايمكس ب18% ليسجل 57.60 دولارا للبرميل. والآن أترككم مع مؤشرات اليوم. أعلنت المجموعة المالية هرماس عن استمرار نمو سقف الأرباح لربع الثالث بنسبة 34% ليسجل 358 مليون جنيه وزيادة إجمالي الإيرادات بمعدل سنوي بنسبة 35% أو ما يعادل 1,200,000,000 جنيه مصري. طبعا نشير إلى أن هذه الأرقام تتعلق بالربع الثالث فقط. ارتفعت صافي الأرباح لشركة أوراسكوم للتنمية مصر في 9 أشهر الأولى من 2019 ب82.19% لتصل إلى 501 مليون جنيه، وسجلت المبيعات العقارية ارتفاعاً ب218% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5,500,000,000 جنيه، وتحققت ارتفاعات في الإيرادات ب147% أو 1,680,000,000 جنيه. ونتابع إغلاقات البورصة المصرية في جلسة اليوم الخميس. المؤشر الرئيسي EGX30 يتراجع بأكثر من 14% ليغلق عند 14,545 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة يتراجع بربع بالمئة، ويهبط أيضا مؤشر المئة بنحو ربع بالمئة. سجلت تعاملات المصريين 85% من إجمالي التعاملات مقابل 11% للأجانب و 3.25% للعرب. أما المؤسسات فكان نصيبها 65% و 34% للأفراد. تفاصيل أكثر عن أداء السوق المصرية نحللها مع ضيفي بعد فاصل قصير، محمد جبلة رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات في بايونيرز. كونوا معنا.